الفن الفن عمري للفن آه الفن الفن عمري للفن ما تقول مالك ولا مالي أنا الدنيا ما تحلالي ما تقول مالك ولا مالي أنا الدنيا ما تحلالي إلا بالفن الفن الفن ظهرت فرجة وحكاية في دورتها الرابعة سنا خدمنا على تيم الحكاية فيها افتتحنا بفرقة في الشعبي مع نزار القمري وعندنا توا باش تلقى الورشات عندنا 9 ورشات في الخط العربي في الرسم في الرسم الحر تحريك الدوما ورشه في الرسكله ورشه صنع الاقنعه ورشه دميه اليد غير الشراك ومفتوحه للناس كل صغيرات الكل اللي يحب يجي يتفضل بحذنا في العطل هي مناسبة أنه نستقطب أكثر عدد ممكن من الشرائح فالعادة نقدم عروض مثلا للشباب أو للكهول فرصة أنه باش الصغيرات زادة يرتاحوا في العطلة وأنه يكون متنفس يعملوا أنشطة ثقافية ويكونوا مقبلين على المؤسسات الثقافية ورشات مختلفة ويشرفوا عليها مجموعة من الأساتذة المختصين اللي متخرجين من المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس وهذوما زملائنا قاعدين حاليا ينشطوا في نوادي الفنون التشكيلية نشكرهم على التعاون هذا وأنهم لبوا الدعوة وجاوا بصفة مجانية ومتطوعين باش يشاركونا في اللانش تاع النشاط نتاعنا هذا النشاط نتاعي هو ورشة تحريك عرائس يعني احنا اخترنا هي التظاهرة الكل تقوم على الحكاية وانا اخترت عرائس مسرحية سندريلا حكاية سندريلا اللي هي من الحكايات الشعبية العالمية الورشة نتاعي هي تعتمد على التحريك يعني العرائس حاضرين ومش نحاولوا نأثروا الصغيرات ولا المشاركين في تحريك العرائس دو تيل فاسون تولي اون سينكرونيزاسيون افيك التكست الاقبال ديما موجود لانه الناس ديما يعني عندها حنين للعرائس والحب للعرائس عندنا ورشة تاع رسم مقسمينها لزوز فئات فئة كبار وفئة صغيرات باش نخدموا شخصية أم كسيسي وشخصية حمراء بما أننا نخدموا على حاجات قديمة اللي مازالت راسخة في ذهن الصغيرات باش نعطيهم يخدموا حمراء والكبار أم كسيسي بتقنية التقنية التكعيبية ديما عندنا إقبال في الورشات متاع الرسم الكل خاطر نستعملوا الألوان المائية وهما الصغار يحبوا يشيخوا بيهم ويحبوا يكتشفوا الألوان ومزج الألوان ورشة ريسيكلاج نستعملوا فيها معناتها إعادة تدوير من الفضلات بويسك احنا عندنا معناتها كمية هائلة من الفضلات أي حاجة نجم نوظفوها كما عندنا هون تو في الورشة متاعنا وظفنا بريتي كان طايش نجمو معناتها الصغير نغرموه بالمادة هذه ويوظف يعرف يولي يعرف يوظف النفايات متاعو في أشياء لها معناتها قيمة اليوم عندنا ورشة متاع خط عربي كان اقبال كبير على الورشة معناها فهمت جاءوا الصغيرات بصفة عام وقت يروا الخط العربي يحبوا يكتشفوا معناها يحبوا يروا يحبوا يشوفوا خاطر الخط اليوم مابقاش لا يدرس الخط العربي مابقاش يدرس لا في المدرسة قليل حتى النوادي زادة ما ثماش خاطر الانتشار المهول متاع الإعلامية أنه الأورديناتور اليوم الحاسوب يكتب الخطوط اللي نحبوا عليها الكل معناها لو كان ثم إمكانية باش يتأثروا ولا بعث النوادي فهمت إن شاء الله بوركو با إقبال برك الله ما شاء الله الناس الكل تستنى في ورشة الخزف وفرحانة يعني لأول مرة مشي فما برشا ناس ما يعرفوش شنو الخزف وطبيعته وكيفاش يخدموا به هذه جاتهم فرصة مناسبة باش يجربوه وحاولنا الورشة هذه تكون في
يعني تحكي على الموضوع نتاع التظاهرة اللي هي الحكاية، خرجنا من حكايات وخرجنا بهم ماسك دي ماسك بشخصيات معروفة في القصص القديمة. عنا ورشة الدمية لهنا ودمية اليد، هي اخترنا انها تكون دمية اليد هذه من مستوحاة من التراث، من أمي سيسي، من شخصيتها كتاريخية وتراثية، فهمتني؟ ولهنا مهمة الطفل انه كل واحد كيفاش مش يتخيل الدمية هذه، معناتها ثم شكون مش يشوف أمي سيسي في شكل معاصر، ثم شكون مش يشوف أمي سيسي كل المرأة التقليدية، فهمت؟ لهنا نفتح المجال للخيال نتاع الصغير انه يفكر وانه يجيب شخصيات جديدة على الموجود. قدوة نواصلوا الصباح مع عرض ساكسوفون وتقديم شخصيات تاريخية كما عبد العزيز العروي وساندريلا وغيرهم، وبعد تكون اختتام الورشات، وكذلك ثم عرض حكواتي مع جمعية الحكواتيين بصفاقس، ليكون الاختتام مع عرض مسرحي العام جدو في الفضاء الثقافي الخاص فسيفوساء، ما يعرفش الفضاء هو بجنب مندوبية الثقافة.